مساء الخير والمحبة لكل الصديقات والأصدقاء. حقيقة الإنسان يجب أن يقف، يعني أنا الآن في مرحلة مراجعة للأحاديث ولمن أتحدث بها. أحيانا الجمهور الكبير والجمهور العريض، ولو أريد أتمنى بس أتأكد من الصوت، الله يخليكم، يعني بس أي حلو حلو، شكرا شكرا دلو داليا سلمى. أحيانا الواحد يراجع نفسه، وأحلى لحظات المراجعة، أحاول أقولها بالعربي بالعلم النفسية، الخلوة مع الذات. طبعا أنت قد تكون في مجتمع وتحت ظرف سلطة ومحاط بمناخ أو أجواء، هاي الخلوة مع الذات ما تصح، مو سهلة بصراحة. وإن اختليت وأنت ذيلا أو أنت ذيل وأنت تابع وأنت لست حر، هم خلوتك مثل القاعدة بالخلاء، ما تسوى في الاسم. كما أتمنى الآن أن أجد وسيلة أن أنتقي من أريد التحدث إليه، ويا ريت واحد يدليني، خاصة بهاي الصفحة العامة، لأن ذيك الصفحة الخاصة طبعا كانت مغلقة بالمناسبة، يعني هيجي بيعجبهم. أتمنى أن هؤلاء أقدر أتكلم معهم مهما كان عددهم، وأتمنى يكون عددهم قليل. واكو برنامج الزوم عندي، وممكن اظل اتباحث وياهم، ترى انا ما احب اسمع مثلكم، يعني انت فقط تتكلم ولا تدري ردة فعل التي امامك. البعض طبعا يفخر باعداد اللايكات واعداد المتابعين والى اخره، وانا خوب تدرون اشتريت تقليل المتابعين بيد شراية، مرة زمن انت تعرفونه حتى قبل الفيسبوك. المهم هاي شوية المقدمة، الهدف منها، لأن أنا الذي أتكلم به أكذب على نفسي إذا أقول لا يحمل هما خاصا، ولا خير في حديث ليس به خصوصية أو به ذاتية. نبات بحجة الموضوعية اللي هي الأوبجكتيف بالإنجليزي، والابتعاد عن السبجكتيف اللي هي الذاتية، يتصورها البعض هذا شيء عظيم. هاي بالبحوث وبإصدار الأحكام، مو بالحديث مع الناس ولا بالتثقيف أو بتحريك العقول، هذا دور المثقف الأصلي. حقيقة أنت هنا لازم يسموك بالإنجليزي purposive، آسف لاستخدام هاي المفردات، لأن حتى بعد أقدر أتناوشها بالعربي، يعني أنت يجب أن تكون غرضي من مغرضك، يعني أن تتقصد وأن إيصال ما أنت تؤمن به إلى الآخر لعله يقتنع بك بالبحث العلمي مصير. لذلك هذا فرق الأحاديث عن الكتب، مثلا كتب البحوث أو غيرها. فلهذا نظرتك للأشياء المختلفة، أن تستفيد مني واستفيد منك. أستفيد منك لأن أنت تعيش في دولة القمع والظلم والشمولية والسيطرة الدينية الظالمة واستغلال الدين أو عدم استغلاله، هو هكذا ما أعرف. واستفد مني أنا الذي حمدت ربي أني لست محكوما مسلم او عربي. هاي زعلوا من هالربع، انا قلت الحاكم، ما قلت الناس، انا عربي ومسلم وبيتي وعائلتي واهلي واصدقائي، لكن انا اقصد الحكم. لحكمك السلطه، يعني حسابك انت حريص على السلطه، لانه ماكو واحد، يعني هو المتنبي اختصرهم قالوا الظلم مشيه من النفوس، يعني هل افضل من الامارات؟
بالنسبة للدول العربية كذب، على الأقل من ناحية النظافة والتكنولوجيا والخدمات والمؤسسات ووجود دولة. لكنك ما أن تذهب للمستشفى حتى تأخذ تلقيح أو تأخذ علاج حتى تشوفك ضربين، ضرب من الدولة يسمونه مواطن وضرب إلك يسمونك الوافد. الله يرحمه أحد أصدقائنا، ما أنتم جزء جيل ما تعرفوه، سمعني واحد من ربعنا شريف الربيعي أول من كسر ظهرنا بالفراق يعني مع مجموعتنا، مش عارف بقيت قلت لكم كنا محشفة، صدر حديث إنه البحرين قام تطل لجوء ومساعدات، قال خلي يولون شذي ما يسمى مساعدات يسمى صدقات مرة، قال كذا يعني حتى في جانب المساعدة. فهذا الذي أقصده بأن أنت هنا حر، لذلك أنا أقدر بأن أنت ما تقدر تحكي مثل ما أحكي، مو أنت ما تعرف تحكي بس ما تقدر تخاف، ولو مكانك أصير أتعس منك. ترى ما احنا نزايد عليكم ولا على ضيمكم ولا على انتم تلبي، انت الحكايه الوحده تحكيها وباسمك الصريح تعادل الف حكايه من انا احكيها بتبعاتها، هاي تشمل الكل. لذلك تجدوني اليوم انا شويه اريد اتكلم بهالطريقه، يعني كيف انظر الامور وكيف انت تنظرها وانت تحكم الصح والخطا، لكن ضع في بالك انه انا انسان حر، حر بمعنى الكلمه، ما قيل لما حد يقدرك على عينك حاجب، ترى لا اتبع احد، لا ادير بالي لاحد، يعني اذا سامع انت العده لحيه القاضي مكناسه وهذا البلد يخليك تسويها مكناسه، هي اوروبا، اوروبا ما عليك بالحكي الحكي، صراعات السياسيه، سياسه دولهم اتجاه الدول الاخرى، ما يفرقوا ما يفرقوا. انا ابن تجربه، لكن اذا انت ما تعرف تحكي لغتهم وما وتتحايل عليهم وجاي تفرش سجادتك بنص الشارع تريد تصلي وصوتك بالعشرة ونص مثلا حتى لو تقرا قران عالي لان انت ما تسمح له ايضا حتى لو يسمع مايكل جاكسون. هاي الحريه لها قوانين، وكل حريه مصانه بقوانين هي الحريه. نقاط لذلك مرت ببالي، انا استغرب بالعراق، شوف احنا عندنا مشكله كبيره، ليش انا قلت هذا الشعب اليتيم؟ دور المثقفين شنو؟ هو المثقف شنو؟ أن يكون ناقد، ناقد لكل السلطات، هذا المثقف. ترى التعاريف الأخرى كلها مال خوش ولد وليش تفشر وتشوى مثقف، هذا كله خريط، هذا خريط وكلام مال ناس تجاهلكم تضحك عليكم، هذا ما له علاقة بالمثقف، لأنه على أساس مثقف يعترك تكتب وهاي زي لما عندك فلاح أخلاق كأخلاق الأنبياء، ما له علاقة لا بالأخلاق ولا بالتصرف سليم. نسائنا من أأدب الناس كلهم مثقفات، ثقف هو الناقد الدائم للسلطات، هو اللي بيه خير ينقل عدوى النقد إلى الجماهير أو إلى الناس اللي سمعوه وشوفوا، وهاي المهمة التي نسعى إليها. ولذلك إحنا نكره من رجال الدين ومن الذيول ومن المراجع ومن غيرهم، لأنهم هم معوديهم على الطاعة، وأنت تريد تعلمهم على النقد بحيث كل شيء ما يقف قدامك حتى لو نزل كتاب من السماء. صراحة هذا التفليش، هاي تقطعت رؤوس من كل علماء من زمن تأسس الدولة الإسلامية اليوم، والكنيسة سوت نفس الشيء من زمن غاليليو وكذا معروفة. فلذلك هاي أنا اللي يدعون الثقافة، إذا ما ينقل ثقافة النقد وإذا ما يمارسها شلون؟ الغريب جدا، وكتب كاظم غيلان ذاك اليوم عن الشاعر النقابي أنه اللي يحصل نقابة واللي يحصل منصب يهنونه، يهنوه هم ذول يسمون نخبة، هي ما عادت نخبة، عادة نخب داخل النخب، يعني شلها العصابات، شلها ليه كذا أخوك لا يطيح، يهنونه زين. أنت انظر هذا شو تعين، وتذكر خضير خزاعي وزير التربية ونائب الجمهورية، ذكر المالك رئيس وزراء، شو الكاظمة يعني أنت شنو منصبك هنا؟ أنا أسأل سؤال،
انت كمثقف لما تعينك الدولة في منصب تقود فيه اعلان او سفارة او اي شيء اخر من هاي المناصب اللي يسموها السيادية، الوظائف لا طبعا اقتصاد جامعة وكذا طبيعي، ليش عينوك؟ اكو حكومة تنطي لي تنطي منصب خاص لواحد ضدها بأرقى الدول الديمقراطية حتى هنا بريطانيا ما تصير، ما يصير. ثم عارضها شلون تبقى حكومة لها؟ فإذا هذه المناصب لا تعطى على أساس الكفاءة وعلى على أساس الولاء. جت شلون ثقف وتهني واحد مع سرعة الثقافة؟ أنا أذنكم شوية. شلون أنت مثقف ومحسوب على الثقافة والمفروض أن تناقد تنقل للشعب يشوفك تهني واحد أخذ له منصب؟ يعني سؤال أخو العامري ليش صار سفير بالفاتيكان؟ لكفاءتي؟ لخبرته؟ لتاريخه النظيف؟ لذكائه؟ لو لولائه اللي هو ولاء أخوه غيره؟ كذلك خضير خزاعي، كذلك نور المالكي، وكذلك باقر جمر الصولاخ. إذا أنت أصلا جاءت عيني درجات أقل منهم فمعناها أنت ولاءك مضمون. أنت لمن ولاءك وتدعي أنت من التشرين وتناصر ثوار قتلوا ألف منهم مظلومين؟ ولاءك لمن؟ ولاءك الحكومة التي ما أقول قتلتهم ما حمتهم، فأنت لما تدخل في مؤسسة بتعين بها مديرة ورئيس تحرير وكذا، من ذول بالأمن؟ ذول اللي قتله في موقفك. شو تتعلمون الشعب؟ أنا أفهم محسن فرحان الملحن يهني شو اسمه جبار جودي يمكن إيه؟ ما نقابة الفنانين معقولة، هاي انتخاب وانتخبوه. أنت تعرف شنو معنى تتعين بورقة بكتاب رسمي؟ تستحق الشفقة إذا أنت محسوب على أساس مثقف. أنت بتحب كتاب، لذلك برفضنا التعيينات. نعرف شنو معناه أن تنتخبك الناس، أن ينتخبك أحد، هاي ما نعترض عليها وما عندنا عليها اعتراضات، لكن عن فنان ينتخبون فنانين نقول هذا مثلا نهني لأن اختاره جماعته بأي طريقة وصل، هاي مو مهمة. لكن عن بكتاب رسمي يصدر لك انت رئيس الشبكه الفلانيه، انت رئيس تحرير الفلانيه، انت وزير الفلاني، ومكيف انت وقدام مرتك ومهنينك وانت قاعد اتحس وانقص حكومه وقتله، انت تعرف ايش راح تسوي؟ انت لا تنقد مرجعا وان افتى بقتل المتظاهرين، ولا راح تنقد اللي دز التواثم واللبسان الزرق يكتبهم، ولا راح تفك حلقك على اي شيء. كالكلب ستصبح، الكلب العقور وليس الكلب الوفي. وليتك كلبا وفيا، عن مين يوه؟ لا حزنه ولا غبطه، لكن اللي يهنوا بيستهون وبيهم اسماء حيلوقنا، يعني شغلنا يا معود وياك. عندنا تشتغلون بهاي المناصب، يعني انا يعني اهني الاخذ دكتوره، الاخذ ماجستير، الاتعين استاذ بجامعه، نعم اهنئهم. مو مع بالكم احنا على فتك، لكن اكو مناصب معروفه انه ستبيع ضميرك ولازم تثبت ولائك. مستحيل حسرة على هذا الشعب يشوف واحد يقول لا نبيل الجاسم اخونا قال لا شهر ما طول قال نعم قبلت النكاح، شهر ما طول. شعب حتى يتربى على النقد ويتربى على الرفض، لكن شعب يتيم من يربيه؟ من يعلمه؟ إذا أنت قاعد ببنيك تستهني الواحد أثبت ولاء لهاي الحكومة ولهذا النظام السياسي الساقط القاتل. طائفي، يا ريت طائفي، طائفي معناها تراه تعدد طائفي، يعني طائفية بالمذهب يكتلم المذهب، لا عمي يعني طائفية مو من طائفة الشعب، هذا الذي أقصده. هنا هاي قلت لكم النخب اللي هي صارت عصابات، يعني داخل نخبة، يعني مجموعة فلان ومجموعة فلان ومجموعة فلان،
ناس تاخذها مناطقيه وناس تاخذها على اللغو وناس تاخذها على الفائده. ارجع لموضوع السابق واللي تحدثت فيه عن ليش الشعب المصري يعرف انه طه حسين. هاي من فراغ وقد يكون لا يقرا، لكن اكو المثقفين يعتبرون هذا الشعب لو اخوتهم لو ابنائهم مو يتامى. السينما المصريه اشتركت مع ما كتبه من زمن علي عبد الرازق الى طه حسين الى فرج فوده الى نصر حامد ابو زيد، اشتغلت السينما وياه والمسرح. فيلم احنا بتوع الاتوبيس، فيلم البريه، انا ما اتذكر طبعا كل الافلام، فيلم حتى عن طه حسين. اسهمت احنا منو عندنا يشتغل يا بفن؟ ممثليننا كلاوتشيه مثلهم حتى بعلاقاتهم بالشارع ويا الناس، ولا كل شيء قدموا، ولا كل شيء. حيروح يسرق مسلسل رمضان ويطلع لي منها من تعرض منهم للتكفير، من تعرض منهم لكذا، منهم حقيقه تقبلوها ما يتقبلوها. كان لدينا فن في يوم الايام على الاقل ذاك مطخ بالسياسه لكن نمى الذائقه، مثل ما العباسي ومدري شنو الشعر كانت تقلب الجيران يطلع شيء، لان شكوا. إذن المثقفين لازم بدءا هم الفنانين يكونون كوميونتي، يعني يصيرون مجموعة تعمل بتناسق وتعاون، وأكو رسالة لرحاب الكباب شلون طاش قد ساهمت لما تطلع من طه حسين من يطلع الأفلام هاي كاتب لجي محفوظ هذا كتاب الحسام فوز الناس طلعت وصار عندها رأي ورفض ليش؟ لأنه الشعب المصري ليس يتيما، يعني يجي يصير لأبو يومية مقتدى أبوه سستاني أبوه السنة مدري أهلهم مسعود برزاني ذاك أبوهم ذاك ظل ملح مكفخ واليتيم يكفخ في أمة لا تعرف الرحمة. فلهذا مو عيب انه الشعب يقدم ألف شهيد وانت ما تقدم فيلم بيحظ كتاب بيحظ بحيث يعرضك وتهز ويعرضك للتكفير ويعرضك للنقد ويعرضك للشتائم ويعرضك لإلقاء القبض ويعرضك لكذا. ضخة الراس ترى سهلة كنا نسويها، حتى أنا قدامكم وحده الاستراني وحده المقتدى خلاص الان ولي بس يعني معليه هاي شغله وحده الاستراني وحده ذاك وحده هذا وحده هذا ترى شنو سهله هي طاقه الراس واستجداء المناصب ورضا الحكومه عليك وتعيينك عندها. تذكر انت هذا ترى مطي حقيقي هذا اخو العامري ما يعرف حياته ما قاري له نص صفحه، سفير بالفاتيكان تعرفون لو ما تعرفون انتم شايفينهم السفراء قاعدين وياهم واحنا برا هاي شو الفرق عنكم شايفينهم؟ حرام بالله العظيم ما يصلحون، يعني صعب اقول مال صخله يرعوا ما ادري شنو. تعرف ذاك انت شو ياخذ مقابل ما تاخذ؟ انت متروح وتطلع ما حد بحالك هذا اهو يعني اخر سفير بيهم لازم سايق عده وعد مرته دبلوماسيه سواق تناوب 24 ساعه وان لا يقل عدد الطباخين والطباخات عن 3 وبيته حتى لو الخاشو قلتوا تجيبوها ما يصير بليز على شنو؟ ذاك اللي اخذها ابن محمد باقر الصدر شنو اللي فهمه اللي علمه اللي همه اللي ولاءه وابوه هاي عيب عيب. وشوف أنا اللي قاتلني يعني هسه لو تقولوا عزي فلان أو للأزمة فلان أخذ هذا المنصب نقول صح. فلهذا هذا الفرق، أنت شعب ما ظالم نفسك لا يا عمي
ويحكي على الشعب العراقي ويقول عنهم كذا كذا، ترى حتى السيء بيهم والله احنا السبب اللي محسوبين على المثقفين والكذا. وحتى بضمننا اساتذة الجامعات وغيره ما حد يربي على هذا السلوك الا ما رحم ربي طبعا. اكو لهذا ارد اقول خلينا نشوف خفاني قايل شي ماكو اي اكرر انه لكل الشعوب لها معنيها. يمكن هسه واحد يقول لي مثلا هسه باخذ غاندي خلينا نقول مثل محمد وقالت يوم الاضحى كاهم يعني غاندي هم بنته صارت رئيسة الوزراء. شلون صارت بنته رئيسة الوزراء؟ انتخبها الشعب. ثانيا اندرا غاندي استاذة السياسة وكتبها تشغل الكون. هالشعوب ليش؟ انتم تدرون ايش قد مرعب المثقف بالدول الحرة؟ ليش مرعب؟ اولا للموحدة هو والفنانين والسينمائيين والمسرحيين والرواق كلها واحد. ثانيا هم اللي سقطوا الكنيسة. شلون سقطوها؟ حرروا الدنيا. فاحنا مصيبتنا هي هذا. الاخطر من ذلك انه المثقفين الى ان توقع الفاس بالراس يلا عود يراويك هو سبع. يعني مثلا ما يستعجل في نقد الجهات الدينيه جاي يدمر الشعب. الى عود يصير شيء وهم يا ريت بعض ما يحجون. اما ترون داعش الان هي عند كل الذيول من الحشد الشعبي الى اتباع مقتدى الى اتباع حرس العتبات الى هؤلاء الشايلين نشوفهم ويهددون البنات، هاي مو داعش؟ انت داعش العملي تروح، لكن داعش النظري ماكو كتاب يحكي عن الحدود اذا ما هو يربي على داعش، سواء كتب السستاني او كتب الغزالي او كتب مدري السني. المذاهب كلها ينتج داعش. انت داعش قدامك منو كتل الف واحد من الظواهرين؟ ست خابصني بذيك الموصل وذولك اعرافكم وحمينا كم حميت ذولا. ليش؟ من يطلع هذا يسجد بالقاع يا ايها العار. انا ما اقول لك روح الكتله ولا هدى عليها واعرف الحدود، لكن على الاقل انت مكتفي بالعيش واعرف مين تقبض وجرايد العربيه ما مقصره وياك. جيب شنو رحت تشتغل عندهم؟ انت رحت تاخذ عندهم المؤسسه الفلانيه وانت رايح عندهم ويحشون على كانوا يمدحون صدام. اللي يمدح صدام اشرف من اللي يسكت على جرايد الان، لان ذاك على الاقل مبين من ناحيه الوضوح. بعد انا سقطت خلص الساكت عما يحدث. بناتنا تتعرض لاسفل السفلة، خيرة شبابنا انقتلوا. اثنين من المحسوبين على المثقفين مخطوفين ولهم علاقه بيهم، يروحوا يشتغلوا عند الدوله، المال ما طايب حقهم ويبشون علينا افلام. خابصني هذا رئيس الوزراء جاب له طيارات شذب ضربوه عود على مود يبقونه، واخرها يستفحلون علينا الكلاب ابناء المذاهب القاتله الدمويه يفجرون لي البصره على مود هو يبقى بالمنصب. وانتم تهنون من يشتغل مع هكذا مله. بصره ايش قد انطقت؟ هو اللي ركع لله شكرا واعترف بانه مدفوع من المذهب. وتكم اقرا الحدود كلها داعش. ليش تكون ذاك الداعش اذا كان ليش شيء هم قال البغداد يقتل؟ شنو يعني؟ شهد عده ثلاثه وذاك عده اثنين. لو هن نفس المدندلات نفس المخ.
قلبوا كتبهم كلهم، قلبوها كلها. شوف انت حرقك. دول ما شايفين حكومة شبعانين، ذولاك شبعهم. احنا شباب مو طائفيين، صرنا شبعانين الحكومة. فاجوا هدوا كتلة وحكمولهم كم شهر، هاي دولتهم الإسلامية القح، وراح الربع بعتهم ما شبعانين، فيضطرون يجاملون العالم، فيخلون رؤوسهم حذيتهم على رؤوس العراقيين اللي هم العراقيين صلباتهم، ويظهرون أمام العالم بينهم خيرين وانت تساعدهم. ليش هم محتاجين دولة حتى يحصلون بها نسوان، حتى يروحون يمارسون العهر، حتى يشترون جزر، حتى يستثمرون أموالهم برا، حتى نسائهم تعيش كما عاشت يا هي زبيدة مرت هارون ما أدري، حتى ينبع النفط نفط المهدي. شو نسوي تقية ولا ضرورة أحكام نعجل عوض من يطلع المهدي نقصكم شرب يجي ذاك ما يترب بال يلوف على إيران، ذاك يقول ولي الفقيه هو مكال مهدي ما كنت أنتظره، يلا طق أحمد عبد الصمد فجر البصرة نحلب الدنيا. المذاهب خرب، مع السلامة.